البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ الله يفرحكم يا ربي. بغيت نوريكم السيجو كيف جا ان شاء الله. دوك الوسيدات اللي من عند المزاغ ديكو كلنا كتبتوا ليا في لي كومونتير، الله يعطيكم بعدا الخير، اللي يخطيكم الاراء ديالكم راه تناخذ بهم. كتبتوا ليا رقم واحد رقم واحد هو اللي درت. هانتوما شوفوا التغيير كيف جا، جا رائع وزويون. اليوم بغيتكم الله يعطيكم الخير اختاروا معايا لي طابي الزربيات. البنات مشيت عند البهجه اللي كاين في الطريق ديال 51 وخديت دي طابي زويونين عجبوني، انا اقتنعت بهم. ولكن ومن تندير ابي الفيديو المي عكس الاختيار شنو درت؟ قلت للبهجه الله يجازيك بخير راك عارفني، هو تنتعامل معاه من زمان وهو من العائله ديال الوالده ديالي. مهم قلت لي الا كان ممكن عديهم وتختاروا معايا. المهم هو يدخل دابا واختاروا معايا. غير هي قبل هادشي كله بغيتكم تمشيو وتشوفوا معايا اسواق السلام. اسواق السلام ولاد زيان اللي غادي يكون فيها واحد المعرض كبير ان شاء الله، يكون فيها معرض راوي الجديد ديال الشيلان. كي جاكم هاد الشيلان غادي فنين حمقوها، يا اما ديروا القدام بلو هنايا من القدام بلو، يا اما ديروا داك اللور ديالهم بحال هكذا، ولا ديروا بهذه الطريقه هذه القدام يمكن لكم ديروه بلو تيجي تبارك الله رائع. شوفوا هانتوما درت العكس صحيح. شوفوا كيف جات، تيجي رائع مع جلابه ماغو، جلابه باج، جلابه فيغ، جلابه بلون، تجيكم فنه. ولا بحال هكذا، شوفوا هذه راه كانت ديال كمي، هذه كانت صيفطاتها ليها السيده ديال قطر، لبنى قطر، تنقول لها شكرا، فنه 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 فنه. وهانتوما ما عرفتش شكون اللي غادي يصور لي اليوم، ولكن شي حاجه اللي غزاله ها هي تتكون معنا في المعارض هذه. اسواق السلام ولاد زيان ان شاء الله، ما شاء الله اسباس رائع، اكبر معرض عند صقلي اكسبو غيكون هنايا ان شاء الله. معرض شنو سميناه؟ لوسوق. لوسوق ان شاء الله يا ربي، سوق رائع زوين ان شاء الله غادي يكون هنايا، معرض ناجح غادي يكون ان شاء الله يا ربي. تنتاملوا خير وتنتاملوا دائما الخير، دائما تفائلوا خيرا تجدوه. الله يحفظكم، مرحبا بكم معنا في لوسوق البنات. هذا اكبر معرض من المعارض الكبار اللي نظم سي صقلي، اللي ما شاء الله المعارض ديالو كانوا ناجحين 100%. الحمد لله المعرض الاول اللي كان في المحمديه لقى واحد الاقبال كبير من الساكنه. السيد هذا ما تيحتصرش غير على منى التاويل كيوتيوبرز، لا تيحتصر حتى على دوك الجرائد الالكترونيه اللي تجينا دائما سوفون، راه كل نهار، راه بشهاده الجميع انا تنقول للبنات العريضات اللي تيشوفوني واللي دوزوا معايا في المحمديه كتبوا لينا واش هذا الشيء بصح ولا لا. عقلتوا على الجريده الالكترونيه؟ شحال من جريده، انا ما عقلتش على السميات ديالهم، ولكن شي خمسه ديال الجرائد كانت شوف تيفي، وشنو كان؟ كانت باريد تيفي، منبر 24، منبر 24، مواطن، مستقله، وعاد جوج اخرين. كانت واحد السيده ديال كازا. مهم كل مدينه تيجيب ليها الجرائد الالكترونيه اللي طالعه البنات. مهم مرحبا بكم، هذا معرض صقلي اللي غادي يتنظم نهارش 29 30 1 2 3. تنقول واحد الشكر لواحد السيد، ها هو شاد لينا الكاميرا دابا، شكرا زكريا تبارك الله عليك. ما شاء الله زكريا الخدمه ديالو مع السي صقلي هي دوك لي زافيش الواعرين، هو دوك لي فيديو اللي فنين اللي تبارك الله متقونين، وهذه هي خدمته. وبين قوسين اي واحد بغى بيبليسيتي وبغى يقاد الانستغرام يقاد لي غيل ديالو يتصل بزكريا، الله يسخر يا ربي. بالنسبه للسي صقلي دخلوا شوفوا التنظيم كيف داز، شوفوا المنظمين كيفاش تيكونوا، وشوفوا تبارك الله شحال تيكوتيزي على المعرض. المعرض راه ماشي تيبدا نهار بنهار، وتيبدا قبل بسيمانه وقبل بجوج سيمانات. بالنسبه للمعرض ديال وجده راه مشى شي صقلي وشد لينا واحد الضيور تما، وغادي نديروا كوتيزاسيون بيناتنا وندخلوا لكل دار، وغادي تجينا 50 درهم ولا 60 درهم الى كثرات. بالنسبه لمعرض وجده حط لي زافيش في 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 لي كيسيير تما، حط لي زافيش في البلاصه ديال الاستقبال، وكانت تبارك الله دي زافيش واعرين فنين من الخدمه ديال زكريا كيف ما قلت لكم. حط دي فيديو في الصفحه ديالو ونشرهم حتى في جرائد الكترونيه. اليوم هنايا كان اول نهار ديال الدعايه لاسواق السلام، اسواق السلام ولاد زيان، اسواق السلام ولاد زيان. هذا الاسباس هذا اللي ما شاء الله، ورينا زكريا ورينا تبارك الله، شوفوا اسباس رائع رائع رائع، اسباس كبير بزاف. ولكن انا اللي ترني فيه ان اليوم ان شاء الله اليوم غادي يبدا الاصلاحات ديال الضوا وديال لي بروجيكتور، غيبانوا زويونين ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في ولاد زيان في اسواق السلام
كاين تبارك الله معنا المدير ديال اسواق سالم ولاد زيان اللي تنقول ليه شكرا الله يكبر بكم وتبارك الله على تمغربي ديالكم وقف معنا عطانا وقت كبر بينا شكرا مدام غلاب الله يجازيك بخير انت ديما مع المراه وديما حامله ديك الصوره ديال المراه المغربيه والهلي خطك علينا حنا يا عارضات راه في المستوى ربات بيوت وكاينين اللي صحاب دي ماغازا كبار كاينين معنا راه ما شاء الله هاد لابارتي بان ليا فيها لي جوي شنو تفكرنا تفكرنا احسن مول لي جوي اللي كاين في اسواق سالم حي الرياض اللي المغازا ديالو كبيره في حي الرياض تنقولي تحيه ليك انا سمع طائين ناس تبارك الله تياخذوا وناس تبارك الله في نسمه كبيره في كازا ما تيجيش عندنا واحد ولا جوج ولا 300 ولا 100 ولا 400 راه تبارك الله الالوفات تيدخلوا بغينا نكون معرض ناجح السيده ديال اوكريب احسن ريستورون ديال كريبي كاينه في ولاد مطاع تماره احسن ريستورون تنقولها بشهاده الجامع لا كلاس ديال لي ريستوراسيون اللي كاينه في ولاد مطاع تماره اوكريب بغيناك تكوني تما راه هي كاينه كويزين كاين الماء كاين كلشي لداخل كاين تبارك الله بلاصه خاصه ديك كلاس وتليق بك ان شاء الله كاين تبارك الله بغينا كريسبي بغينا شحال من وحده تكون معنا هنا بغينا بحال هاد البلايصات هادو يكونوا فيهم صحاب الاكل للبنات ها هي راه كاينه معنا ان شاء الله اوكريب بغينا شي وحده تدير الشاورما شي حد تيدير دجاج شي حد البنات ديال المالح اللي كانوا معنا في المعرض ديال حي الفتح كونوا معنا هنايا البنات المالح شاف سعاد كوني معنا كونوا معنا البنات كاملين تيديروا بسيطلات وداك الشيء اييه مدام مغرب دور اكبر وحده تتبيع تبارك الله لي ناب ديال البلاستيك القلوعه ديال الطبله كيف ما تيقولوا بالمغربيه اكبر جماله كاينه هنايا في درب عمر بغيناك تكوني معنا لينا الشرف قديوي تكون معنا هنايا ان شاء الله لينا الشرف جمال ديكو يكون معنا يلا بنات الخير بغيت اضافه من مول التوب وتنتمنى انك تدير بها هاد المره بغيت يونس العالمي احسن مول التوب معنا في تماره تجي وتحط معنا هنايا مرحبا بكم هاد الاسباس هذا اللي غادي ندورو فيه دابا واللي غادي نوريكم هو اسباس رائع كبير هانتوما شوفوا تبارك الله دير لهم دوره شوفوا تبارك الله الفن اجي معانا هانتوما خبط لينا الشوفه هكذا يلا زيدوا هذه هي الطلعه البنات كاين الدروج وكاين لاسانسور من الاحسن نستعملوا الدروج ومن الاحسن هانتوما شوفوا معايا الناس اللي باغيين من دابا شدوا الاماكن ديالكم تبارك الله سي سقلي ان سومين ما تتكملش تكون 60 ستوند ما بغيناش نعمروا بزاف ولكن بغيناكم تكونوا حاطين شي حاجه زوينه كاين الاسباس هذا اللي هنايا حتى هو كاين الاسباس كله كثير المعرض كبير اجيو اختاروا البلايص ما حد الاختيارات متاحه اجيو اختاروا البلايص ما حدنا يلاه بادين ما حد سيس قلي عطى دابا لافونس وصيب الوريقات ديالو يصلح فيه من ماله الخاص اجيو خذوا الاماكن ديالكم وبينوا ليه وريو كل واحد يجي يصور البلايصه ديالو ما حد متاح الفرصه في انك تختار البلاصه قبل ما يعمر بنات هذا هو اسواق سلام شوفوا لي الخدمه ديال السي سقلي قبل بجوج اسابيع ها هو سقلي اكسبو اسواق سلام ها نتوما ها هي لافيش مكتوبه نهار 29/30/1/2/3 هكذا ووجده تا وجده مشاو وعلقوا فيها لي زافيش هكذا تا كاع البلايص اللي تبارك الله هانتوما شوفوا ما شاء الله شوفوا هنايا ها هي لافيش ها هي فين معلقه والله يسخر تنتمنى هاد لابارتي تعمر تنتمنى يكون معرض ناجح تنتمنى هاد المغامره اللي غندخلوا ليها دابا تكون مزيانه ان شاء الله وتكون بحال المحمديه بحال كازا بحال حي الفتح بحال وجده ان شاء الله لي زافيش في الباب تبارك الله على السي سقلي ما شاء الله هانتوما لي زافيش كاينين حتى في الباب اجي نوريكم وتبارك الله نفس الخدمه كاينه حتى في اسواق سالم وجده نفس هاد الخدمه هادي في اسواق سالم كازا اللي انا فيه دابا وتعذر عليا انني نمشي لوجده ولكن مشى ليه ليكيب ديال السقلي مشى التصوير ديال السقلي وقلبوا فيه حتى على الجرائد الالكترونيه اللي غادي تحط لنا الحادث ديال المعرض هنا ثاني غيكونوا جرائد الكترونيه خمسه ان شاء الله خمسه ديال الجرائد هانتوما شوف وعاد لافيش الكبيره راه كاينه ها هي شوفوا عاوتاني هنايا ها هي هنايا برا ها هي لافيش الاخرى ها هي عاوتاني هنايا ها هذا هو المعرض اللي غادي يكون ان شاء الله في اسواق السلام
هو هذا اسواق سلم دار بيضاء البنات. مرحبا بكم، كونوا معنا في الموعد 29 30 1 2 3. الله يسخر. شوفوا لي شوفوا لي من حطيتهم كيف جو جو فنين. المهم خليتكم تشفتوا اسواق سلم، واللي بغى ينضم راه التليفون دايز في الفيديو، راه كل شيء باين، راه البلاصه من تتعيطي للمنظم راه تيقول لك بشحال الصغيره بشحال الكبيره بشحال بلاصه موين بشحال لي ريستوراسيون، كل شيء باين في لي فيديو اللي بغى يتكل على الله. دابا جيت باش تشوفوا لي هادو كيف جاوا وتختاروا معايا الزرابي. ها هو السيد شويه ويدق عليا قال لي دابا نكون عندك امونه. المهم الصباح دوزتو غير في الزريبيات وداكشي. شوفوا معايا شوفوا ليا الفن الفن الفن، وضروري سبحان الله العظيم من الاختيار ما يكون معاك شي حد، ضروري من الاختيار ما تلجئ لشي واحد، انا من تنمشي بوحدي تلجئ ليكم ابنات الخير. شوفوا معايا واختاروا معايا والله يفرحكم يا ربي، وكل واحد تيبقى ديك الساعه الذوق ديالو راه تيبقى حاسم في كل حاجه. بالنسبه لبنات الخير لهاد لي مانطا هادو راه تديرهم صديقه ديالي هادي الفنين هادو، راه كنت خديتهم انا من الشمال ولكن دابا راه كاينه توش بلدي كاينه امل هي اللي تديرهم، راه في المعارض غتلقاوهم عندها، ثمنهم زوين وتيجيو بساطين بحال هكا اللي طلع فوق من الكنابي جلس ولا فوق من السيجور غيتغطى، وهادشي الفن ديال الفن الشوفه ديالها زوينه. مهم كيف جاكم الاختيار ديالنا من عند المزاغ ديكو، كيف جاكم هاد الوسيدات هادو اللي اختاريت من عند المزاغ ديكو، كي جاتكم هاد الاضافه هادي ديال هاد التويب هذا، ها هو اللي اختارينا انا وياكم، تويبو زوين وشكيلو زويون. هاد البليصه هادي بغيت ندير ليها زعما بحال هكا ساعه ما عطاتش، خاصني نخويها البنات ياك عاد ندير ليها هذيك القضيه. شوفوا شوفوا الفن تبارك الله، وشوفوا هادي اللي لابسه ديال لبنى 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 قطر تبارك الله عليها، عندها داكشي صلع بي زويون، لي بيجو ديال واحد السيده اللي ما شاء الله عليها خدات لا غوتريت ديالها وجات تتخدم معنا وتجيب دي بيجو فنين. المهم كل وحده منين، ولكن هاد الاغلبيه ديال هذيك السيده اللي تبارك الله هذا راه تيبان بحال ذهب هاد الكويبر هذا، ما عقلتش على الانستغرام ديالك، ولكن السيده اللي كانت خدامه في القرد الفلاحي كانت تبارك الله ما شاء الله عندها واحد البوست كبير تما، دابا راه هي اللي ولات دايره هادو، دايره حتى لي ساك دي مارك زويونين. كي جاوكم هاد التفريشه ها هي الفنه، عجبتني بحال هكا، عجبتني الكويشه بهذيك الطريقه، لان دابا البرد اللي طلع تما يهز هذيك الكويشه يغطي بها تتجي زويونه. وشوفوا تبارك الله كاينه معنا حتى شوميشه ديال هاد الديكورات وداكشي، راه تكون معنا ان شاء الله في المعرض، كاين معنا جمالك. مهم المعرض غيكون فيه ناس كثارين ان شاء الله، تنتمنىكم انكم تقيدوا. وشوفوا لي شوفوا لي نمشي دابا نحل غير للسيد ديال الزرابي غيكون وصل. شوفوا لي واختاروا معايا الزربيات، وشكرا للاختيار ديال هادو، طلع فن تبارك الله. نعم امين صافي حبيبي انا ساليت تيسالني امين تنكمل الفيديو باش يجي يجلس، اليوم راه النهار كله معاه، اليوم ما خرجتش البنات، خرجت من مشى للمدرسه ومن جا دابا عاد نسي، عاد تفكرت بانني خاصني نصور، عاد تفكرت بانني خاصني ندير لكم فيديو. والله يحفظكم ليا يا رب، الله يسهل هاد لي فيديو هادو تستمر بهم القناه ديال منى التاوي، المحل ديالها، المحل ديال صحاباتها، المعارض اللي تيترزقوا منهم بنات بزاف، لهذا انا مستمره في هاد لي فيديو، مستمره في انني كل نهار نعطيكم من وقتي ووقت ولدي، كل نهار انني نشارك معكم حاجه لانكم تستحقون. راه بهاد لي فيديو تنفتحوا بيبان بزاف، ترزق ربي فاتحهم لينا، ولكن بيكم وبالبارطاج ديالكم تيخليونا نزيدوا لقدام، تيخليوني عمر المعرض ديال اسواق سلم كنت تنحلم به حتى وليت معاكم. كاينه معايا 60 مره 60 اسره 60 دار و 60 طفل بحال هذا تيقول لها ماما امتى غادي تسالي وتجي للدار. الله يفرحكم، بارطاجيو مع المحتوى الزوين ومع منى التاويل وصحاباتها، واللي بغات تبدا شي مشروع تصل بهذاك الصقل اللي راه انسان زعما في المستوى وطيب، والله يسخر يا ربي لكل واحد ويعطينا على قدر نيتنا بنات الخير. اختاروا معايا الزربيات ليا هذا الموديل هذا مرخم وفيه جوج دو فاس ياك اخويا، دو فاس تروادي كيعطيك دو كولور تيعطيك دو كولور تروادي. اها هانتوما شوف
هذا هو السيد اللي مع البهجة. المحل ديالكم فين جا؟ تمارا شارع 51 قرب مسجد الهدى. تمارا شارع 51 قرب مسجد الهدى. عبد الكريم الخطابي الشارع سميتو؟ سميتو الشارع؟ شارع 51. أيه شارع عبد الكريم الخطابي شارع 51 اللي كاين فيه البهجة. البهجة البنات هما اللي تناخذوا من عنده من العائلة. أمي عليها ضحكة، أمي راه دايرة واحد الضحكة لهنا، قالت لك راه من عائلتي. تبارك الله. وهانتوما شوفوا البنات، هي راه تقول لكم شكون اللي مناسب معاها. شوفوا هذا جات لونها، لونها مغلوق. مغلوق دابا كتشوفها في النظره ديالها مغلوقه. الا جيتي من هنا من هاد الفاس او ثاني كتعطيك لون ديال هكذاك. هانتوما او ثاني وقفتي في الوسط كتعطيك جوج لونين. ها هي انا من هنايا، ها هي ها الفاس انا اللي عاجبني هو هذا. وبطبيعه الحال دابا العبار انا شديته غلط. اليوم عاد تشوف لي انت هي العبار، اي عطيني العبار ديالي ونتايا تتخدموا بالماكينه هادشي. تبارك الله عليهم، راه تيمشي عيقطعها راه في ظرف ساعه ما كاملش يجيبها ليا. بالنسبه للبنات قولوا معايا نتوما غير اختاروا معايا. دابا انا جبتها لعند امي ما قدرتش مسكينه تهبط باش تختار معايا، ماشي هاد اللون، اللون الاخر. يا هانتوما شوفوا اللون الاخر اللي فيها، شوفوا الضوغي ديالها كيف داير. تا الضوغي عطا امي حامقه على الضوغير، ما عرفتي ما حملاتش اللون. عاوتاني في لابار ديالك راه ما تكونش بحال هكا، راه تزيد تعرضت وتنحى عاوتاني الزواقه ديالها. شتي كل ما عرضت كل ما كبرات هذيك الزواقه السامبل. ها انتوما ها هو الضوغي، شوفوا لي عايا شفتوا هذا اللون هذا اللي داير بحال هكذا اللي يبان. شوفوا معايا اللون الاخر كيف تيجي، تيجي لونه واضح بزاف. هذه راه سانكدي. ها انتوما من هذا الجنب لون ومن هاد لابارتي هذه لون. دابا وحده اللي عاجبك هي هذيك امي، هادي اللي عجبتك. دابا حنايا مشينا حتى لعندو وبقينا انا بقيت انا تنختار. درت لامي ابيل فيديو ما بانوش، قلت لها ما نجيبهم في الطوموبيل ونشوف اللي عايجيني. الفراش الكحل صعيب كيف ما قلتي لي. شفت الفراش ديالو ولكن بالنسبه للديكولور هادو بجوج راه جايين جايين. واش بانتي لو بغيتي ديري بالنسبه للطوغي؟ اها ها انتوما شوفوا الطوغي. الا كان الطوغي عندك كثير كذا بحال دابا عندك هنا ما كاينش في الريدواج. تقدري ديري هادي بالطوغي حيت كلشي باج. ما عنديش كاع الطوغي، قال لي تقدري ديري الطوغي. المهم نتوما اختاروا معايا رقم واحد، هي اللي بينا وقلنا لكم راه باينه بحال بيضاء راه هاد اللون هذا المقلوب ديالها. رقم جوج راه هي هادي، ورينا رقم ثلاثة. ها هو رقم ثلاثة، وهذا الشيء كله عند البهجة. البهجة البنات راه كاين في في تمارة. هاو تيصيفطوا لجميع المدن. هاهم اي قياس بغيتو كاين، وحتى الا عندكم شي زربيه البنات حيت ولات دابا موضغن انك تخليو واحد 10 سنتيم عاد تفرشوا راه يقطعها لكم. راه تديروا جات هذيك السيده عاد تيفصلوا تيصيبوا. السيده جات قبيله قالت لي عندي زربيه ولدي كبيره وبغيت نقطعها على حساب الصالونات ديالي. قال لها مرحبا، راه غير شي شحال المترو؟ 15 درهم باش تيخيطوا المترو. الله يحفظكم. ها نتوما تيديروا السورجي ها هي 15، وكاينه اللي تيديروا فيها السورجي العادي ب 10 درهم. نتوما على حساب السورجي اللي عاد تبغيو بداك الكاب اللي عاد تبغيو. شوفوا معايا حتى هذه زوينه، حتى هذه صدق. امي شنو بان لك دابا؟ هذه هادي الطوغي، الطوغي ناري تتموت امي على الطوغي. فون راه ديال البهجه، هذا هو اللي دايز ديال السيد اللي خدام معاه والبهجه. شنو الاسم ديالك؟ حمزه. تبارك الله على خويا حمزه، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. ميسر قلت لي عافاك حمزه، نخديت لامي وعاد نختار. البنات الله يرحم لكم الوالدين. اه شوفوا شوفوا هذه، ها نتوما شوفوا يا اما واش هذه، هذه انا عجبتني هذه بشرى اختي اختاري معايا، ولا هذه. الله يعطيكم الستر، يا اما هذا الضوغي. زول الضوغي يعطيكم يعطيك صحيحتك، زول هذيك الضوغي يشوفوا هذه. ها نتوما الضوغي راه حماقت عليه امي. هذه انا عجبتني هذه، يا هذه انا صافي هذيك هذيك انيليناها. هيا رقم واحد هذه ياك، هذا رقم واحد. كيما كيقولوا الناس الاولى الاولى علاش ولا لا انتوما البنات هادي ولا هاديك. الله يرحم والديك اسمح لي من تعبك. انتوما هادي ها هي ياك ولا هادي. انتوما دابا اختاروا معايا، يا اما هاديك اللي وريتكم الاولانيه ولا هادي. امي دابا شنو بان لك؟ ناري امي طارت معزه قالت لك عجبتني هادي. سبحان الله كله والشهوه ديالو. حتى هادي زوينه قلت له الاخر عطي هذا اللون. مهم انا عجبتني هي، امي عجبتها هذه، وانا الام ديال عجبتها هذه، وانا حمقتني هذيك. انا عجبتني هذيك. الله يحفظكم. الا ما قولوا لينا في التعليق باقي عنخلي ليه نهار عاد يقطع. جاوبوني الله يعطيكم صحيحتكم
وتبارك الله على البهجه، ما شاء الله على ليكيب ديالو، وعطاك الله الصحه. تشوفوا هذه راه عاد عين نقصها ليا، جات شويه كبيره ياك تتنقص في ساعة تتنقص في ساعة. تبارك الله، ها نتوما البنات، ها هو دابا قال لي شوفي راه تبارك الله هاد السيد هذا راه ما شاء الله عليه عنده درايه بهذا الشيء ديال الذكر، والله الا صلى على النبي عليك. قال لي شوفي البوكليت اختاريت لك هادو، هادو كان من الاختيار ديالو، حيت انا من ما لقيتش قلت لهم صافي بغيت الصالون بوحده. قال لي لا راه البهجه تبارك الله راه عنده كل شيء. شنو سميتها؟ دار الزربيه، قصر، قصر الزربيه. وفعلا قصر كبير 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 كبير، المحل راه ما شاء الله كبير وعامر بالزرابي الفنين. امتى تقدوا لي المحل باش نصور ان شاء الله؟ ان شاء الله يكون كل شيء مريح. صامدي ان شاء الله راه نصور لكم باش الحد ان شاء الله نحط لكم لا فيديو عند قصر الزربيه. قصر الزربيه البنات من النهار كنت يلاه بديت بسانك ديغام وبالمحل ديالي ديال سانك ديغام كان من الاوائل اللي صورت لهم، كان من الناس اللي عليهم الفضل عليا في التصوير، كان تبارك الله داك التصوير ديالو كل شيء مشى عنده، الناس ديال السله اللي كانوا متبعيني. دابا الناس ديال تمارا بغيت نقول لكم كاين قصر الزربيه شارع 51 شارع عمر بن الخطاب الخطاب عبد الكريم الخطابي، تتمشيو عنده ان شاء الله. وبالنسبه للزريبيات اللي اختاريت هذه راه غادي يقطعها لي، راه غادي يقطعها لي هذه ياك. قولوا لي واش جات مزيانه ولا ورينا هذيك عافاك وشوفوا لي ولا هاد الزواقه هذه. ها انتم شوفوا بالنسبه لك انا المسائي اختارها حتى الغدا غادي تكون موجوده. حتى الغدا ان شاء الله. المهم اختاروا معايا اليوم، غنخليه لكم الاختيار، تتقولوا لي رقم واحد ولا رقم جوج. شوفوا تهدي راه فنه، تهدي زوينه. ها انتم انا علاش قلت هذيك؟ حيت هنا كاين الديكور وداكشي، قلت سامبل حسن. وشوفوا معايا اللي بغيتوا، انتم قلت سامبل بحال هذه في هذاك الطروفه بحال هكذا، بحال هذا الكنابي في دوك الطريفات. قلت زعما هاد الطريفات هادو ديال الكنابي جا بحال هكذا يمشي معاه السامبل. وشوفوا معايا واش هادي ولا هادي، عجبوني وفيهم بحال داك البوكليت راه خلاه هو قال لي اختاريت لك التوب اللي عندك في السيجور في هذا بيت النعاس ديال ولدك. الله يفرحك. اثمينة اعطينا غير اون ايدي قبل ما نمشيو للمحل شحال بحال هكذا هادو ديال اش ديال اين بلاد قلتي لي؟ هادو شي حاجه جديده قلتي لي ما دايراش عند الناس ما كايناش بزاف. ها نتوما البنات، قال لي بلاتي نحيد صندالتي، قال لي راه ما كاينش هاد الموديلات هادو، تلقاوهم حصري عند قصر الزربيه فقط. هيا صنيعه في بلجيكا، هادو اونتي اليرجي ديال الولد، شي حاجه زويونه من النوعيه ديالو. راها هي السجاد، ها هو شنو مكتوب فيه، هي الاسم المستورد، البلاصه منين استوردوا، صنيعه في بلجيكا. تبارك الله عليهم راه عندهم كل شيء، عندهم من الرخيص حتى الحاجه الزويونه، وما تيغليوش. الناس اللي تبارك الله معروفين في السله ومعروفين هنايا في تمارا بقصر الزربيه اللي فيه لوشوا، المحل ديال قصر الزربيه سنعتبروا انه فيه لوشوا على المحلات الاخرين بزاف. هادو اختاروا معايا، الله يعطيكم الخير والهلا يخطيكم عليا بنات الخير. اختاروا معايا يا اما السيجور ديال هذا الكنابي ديال ولدي، ندير ليه هذا ولا ندير الاخر، الهلا يخطيكم عليا. البرد عندي شي شويه البرد في الدار، داكشي علاش بغيت كنابي لولدي. بالنسبه للناس اللي هادو غلاضين بالنسبه للبرد، ما كيخلوش طلعوا البروده. غلاض شويه وسخانين. وبالنسبه حتى لهادو صورني من المسك ديالهم أيه. وشنو العموريه ديالهم؟ سخونين ها هما. وغنوريكم حتى الاخرين فيهم الجلده، بانوا لي بحال فيهم داك الكوير. الجلده على حسب باش ما كيبقاوش يزلقوهم، باش ما يزلقوش، وحتى على الماء والميديتي أيه وداك الشيء. تبارك الله عليك، الله يفرحك. قصر الزربيه هو التليفون اللي دايز لحد ان شاء الله مع السبعه يكون لا فيديو ديالو عند الحاج رفيق عند قصر الزربيه. البهجه تنقول لك صلاه النبي عليك، تبارك الله على ليكيب اللي جايب معقولين ومزيانين، وتبارك الله على قصر الزربيه تمارا، الفرع ديال تمارا شارع عبد الكريم الخطابي تبارك الله شارع 51 الله يفرحك اولدي الله يحفظك. البنات شوفوا تبارك الله خليها بحال هكذا، قال لي زعما ما كاينلاش انك ياك ما كاينلاش نقصها، حيت البيت صغير بلا ما تنقص. بلا ما تنقص. شوفوا الطريقه كيفاش حطيناها، شوفوا المنظار تحسن ما تنقص. اييه تتردوا عليا واش نخليها ولا نزولها ولا واش جات زوينه. والله يجازيكم بخير، انا في الحقيقه حمقاتني لان كون شفتوها مباشره تتبان رائعه. داك البوكليت اللي فيها راه جانيشا مع الفراش. وشكرا قصر الزربيه، شكرا خويا الله يجازيك بخير.